بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فن التطريز. النهاردة معدنا مع وردة دوار الشمس، وهي من الورود الكتير مطلوبة جدا في الشغل بتاعنا. بسيطة جدا وسهلة في تكوينها، فيلا بينا نبدأ ونشوف طريقة العمل. فأول حاجة بقى هنا عملت طبعا دايرة كبيرة ودايرة صغيرة، وزي ما متعودين دايما الدايرة الصغيرة هي قلب الوردة، لكن المرة دي طبعا عملت ايه الدايرة كبيرة. بعد كده قسمت الدايرة لنصين، خط طول وخط أفقي، وبعدها خطين عرض، وزي ما احنا شايفين طبعا البتلات بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي في الجزء الداخلي الأول ونشوف مع بعض هنشتغل ازاي. هبدأ من هنا، انا عاملة الخطوط دي كخطوط ارشادية. طبعا اي مبتدئة ممكن تعملها، تساعدها كتير جدا في العمل، لان طبعا القماش بيبقى سادة بالشكل ده، فممكن تتلخبط في الخطوط وما تبقاش عارفة تشتغلها صح. لكن بعد كده طبعا بالممارسة والتدريب هيبقى الموضوع بسيط جدا وسهل، ومش هتبقى محتاجة للخطوط دي. هنا انا عاملة الخطوط متباعدة بين كل خط والتاني حوالي ملي او 2 ملي. الخطوة التانية بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هشتغل بالعرض، ودلوقتي هدخل بين الخطوط، يعني هنا هخلي الخيط يبقى فوق الابرة، والتاني هتبقى الابرة هي اللي فوق، وبعد كده بالعكس، وهفضل شغالة بنفس الطريقة دي. الدور التاني هشوف هنا كانت الإبرة تحت الخيط، يبقى المفروض في الدور التاني الإبرة تكون فوق الخيط، يعني هنا هشتغل الإبرة هي اللي هتبقى تحت، وبعدها فوق وتحت، فوق تحت، فوق وتحت بالشكل ده. فكل دور هعمله بالتبادل مع الدور اللي قبله. نشوف هنا دي كده كانت فوق، يبقى دي المفروض تحت، يبقى دي هتبقى فوق. الغرزة دي اسمها غرزة الباسكت. بالمناسبة كمان الخيط اللي انا اشتغلت بيه هو ميلوني صيني على 6 فتلات. اللون ممكن نستعمل لون اغمق من البني ده. هنا انا عملته باللون الفاتح عشان الغرز تبقى واضحة وشايفينها مع بعض. كده تمام، خلاص خلصنا الجزء القلب بتاع الدايرة. هنبدأ دلوقتي نشتغل في البتلات.
هنا بقى هشتغل بالخيط الميلوني على 12 فتلة، عملته مجوز، وهستعمل القلم، وهيبقى معايا هو العامل المساعد. هشتغل ازاي دلوقتي على البتلة الأولى؟ هدخل هنا، وفي نفس المكان اللي دخلت منه هرجع له تاني، وبعد كده هشتغل بالتبادل كده لحد ما أوصل للجزء ده، يعني مش هكمل لحد الآخر، هيبقى لحد هنا مش أكتر من كده. فهنشوف دلوقتي مع بعض. هنا كده خلاص انا خلصت، فهطلع من هنا وبعدها بقى واحدة واحدة كده هزق القلم ومعايا الإبرة اهو، وبعدها هرجع الخيط لورا وهنزل مكان ما طلعت بيه الإبرة. وكده خلاص خلصنا البتلة الأولى، وده شكلها. نعملها مع بعض تاني. وبكده خلاص نكون خلصنا، وده الشكل النهائي بتاعنا. طبعا عايزين نزود بعد كده بتلات تانية، يعني تبقى هنا نشتغل تاني عليها، فما فيش اي مشكلة خالص. لكن انا عاملة النهاردة الشكل البسيط والسهل. في حلقات جاية تانية ان شاء الله هنعمل الشكل التاني، او عدد البتلات الزيادة عن كده. خلصت حلقتنا للنهاردة، وأشوفكم مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.